السلام عليكم شباب، فيديو جديد نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. شباب خلونا لايك على هذا الفيديو، ما مشترك خليه يشترك، وخلونا نبلش حلقتنا مال اليوم. بالفيديو الفات كملت البيبان مال خانات، قلت لكم كملت ما بقى عد الشيء، بس اليوم فتحتهن ورجعت شديت ذنيت الثنيان كملتهن. بعد هذا هسه راح افتحها وارجع اشده من جديد. ليش؟ هاي الفتحة الفوق بقت شوي محيرة، يعني لا تصير لها سيم ولا اقدر اخلي مثلا فد خشبة هنا وتسد، هاي كافي يعني تقريبا بيها 5 سنتيمات. فتحتهن ودقيت خشب جواهن، شوفوا هذا الخشب الجواهن، خلي اتقرب عليه احسن. دقيت هاي خشبتين هنا، هاي خشبتين، وشوف من فوق، من فوق صارت مضبوطة. ذني كملتهن الثنين، هاي عوسة بعد بس هنا خشبة أقصلها أكملها، هاي خشبة أقصها وأكمل هذا الباب. عد السراقي هم راح أجيب هنا شلتهن بعد فد مرة ونشوف بعد شو نكمل. هم أصوركم هم كملتها هسه، كملت البيبان كلهن. هذا صار فتح تريج أول وحيد، لأن هاي عدة عالية هذن أقدر أرجعها لنفس المكان. هاي عدة عالية ما أقدر تقصها، ما عندي كسرة تقص هذا على مود ينفتح وينسد لي برا، فما دبرت كسرة، سويت الفتحة مالته داخلية وذني على البرة، ذاك وهذا على البرة. الفوق هم راح يصيرن على البرة كلهن إن شاء الله. عدي أنظف الخانات ثلاثة تنذني الجوة، وأنظف هاي المحمية منها ما دام ذن وخرتن، راح أوخرن كلش وأنظف هاي وأرجعهن لأن وساخة هواي وراهن، فنظفها على مود المحمية كلها هسه، مو هسه بس خلي اكمل شغلي، يعني عندي بعد شغلات هذن ان شاء الله هم راح ازرعهن ثيل، بس اكمل وارجعهن اجيب لهن ثيل وازرعهن ان شاء الله راح تشوفون غير شكل. خلي اشوف هذن عندي بيضتين هنا ما فقسن، صورتن بذاك الفيديو بعد ما فقست ما شاء الله. هاي شنو هاي؟ عود ما يوخر. عود وخر، هن بيضتين ذن مفقسات وحدة ومبيضات وحدة. خليني اشوفكم اياها، هذا الفرخ مفقس ومبيضات فوقاهن بيضة بعد. هاي الطيرة المشجرة بيها بيضة، شوف شكلها بيها بيضة، تريد تبيض لو استوها مبيضة واحدة من الثنين، بس ما اريد اروح يمها على مود ما اضايقها. خليها شوي واصوركم اياها بس الطير منها. شوفوا لها هاي النثية مال فنجس وين مبيضة، مبيضة بهذا العش. راح اخليها مثل ما قلتوا، قلت عوف اللي اضايقهن راح اعوفهن، بس ما اعتقد يبيضن فوقها لان ما لما تعش يعني هواي احتمال يلمن فوقها ويبيضن بعد ما اعرف. خليها وخلي نشوف هذا العيش بيه بيض ما مصور لكم اياه، اخر شيء صورته كان بيه 5 بيضات. خلينا نشوف صايرات 10 15. هذا العيش حلو كلني بيضا بيه، صايرات 6 بيضات. هلا بحسن بالله يا هي الشاده يا ما شاده. هذا الحكي انا صورته قبل تقريبا فيديوين كان 5 بيضات، هسه اكيد كلن شادات يعني كلن لاحقات. هاي اول وحده مكسوره، هاي مكسورة، هاي شادة، هاي شادة، هاي هم شادة، هاي شادة، هذه اثنين، هاي شادة وهاي شادة، ذني 5 شادات، 5 شادات جاي نامن عليهم طيرتين، مو طيرة واحدة جاي حضنهن كلهن. والعش كبير مثل ما قلت لكم، العش كبير حتى إذا يطلعن من عندهن ذني 4 أو حتى 5 يعيشن، فننتظرهن إن شاء الله ونشوف. هاي النثية ما سمان بيضة، البيضة الثالثة هنا. بالفيديو الفات صورت لكم بيضتين، هاي البيضة الثالثة حتى دم بيه،
هاي البيضة الثالثة راح شو تقولون اجيب لها هاي القطيع مال الحليب اللي انا مسويهن عشاشلهن، اخليها هنا واخلي البيض بيها، اذا قفت عليهن يعني بيضت وقفت عليهن والفحل ما ضايقها اعوفن، واذا ضايق الفحل اشغل الفقاسة على موتن واخليهن بالفقاسة. شو تقولون؟ انا هسه راح اخلي القوطية حتى اذا يعني ما رهمن اقدر اشيلن اخليهن بالفقاسة، اشغل الفقاسة على موتن. فخلي اجيب قوطية هسه واجي. اذن انا عندي قوطيتين هنا. اذني. هاي القوطية مال حليب وخليت شوية مواد تحشيش الهن. هذا العش كان هنا مدقوق، فتحته هسه ورتبت له هاي الخشبة وخليته هنا. هنا أنا احسن من ذيك الزاوية، وحتى هذا الثاني ان شاء الله بس قلت لكم بي 5 بيضات بس يفقسن افتح هذا العش غير مكانه، لان الطيور كلها جاي تلتم هنا بهاي الزاوية، وهو هذا السبب اللي يخلي الطيور تبيض بهذا العش اكثر من طيرة. هسه 3 طواير مبيضة بهذا العش. وان شاء الله راح اجيب بعد فد 10 عشاش هيك هم اطشرهم بالمحمية حتى بعد يكثر العشاش. نظفت الخانات هسه 3 تن ذن 3 تن نظفن، ونظفت الجو ذن القاعدات مال الثيل بس هاي نظفتن بعد هاي الهوسه كلها، وشوف ايش قد طلعت تكرمون وصاخه. هاي بس من الخانات، بس من الخانات هاي من سويتن لليوم. انا ما منظفن، ما اقدر ادخل وامد روح وانظفن، فهسه بكل سهوله نظفتن. ان شاء الله هسه ذن راح اقلبهن، اقلب التراب مالتهن على مود اجيب لهن ثيل. وهذا الكوكتيل بسم الله ما شاء الله، شوفوا حجمه من هنا وهيك راح ابدا ادرب به. شوفوا حجمه شلون صار، خطيه تكسر بهاي البياضه كلش صغيره عليه، وقام يطلع من عندها يعني من اسدها، خليه هنا من اسدها يطلع من هاي الفتحه، فيطلع من هاي الفتحه واخاف عليه بس يوقع، يعني خاف يطلع من جوا الباب مال الغرفه واكو بزازين تاكله. فهسه جبت له هذا القفص، راح اشد له هاي البقاله لان متعلم عليها، هو اشدها الى البقاله هنا على مود ينام بيها الجو بارد. هسه خليها انظفها صايره وسخه، انظفها وارجع اشدها الى هنا. وهذا الحلو ما شاء الله. وهذا البيت الجديد كمان شوفوا، مساكم الله بالخير شباب. خلينا نكمل شغلنا مال المحميه وننظفها ونشوف ايش عندنا ما عندنا. راح الفرخ واقع، هذا واقع هنا بسم الله، هذا العسلي واقع، خلى رجع هنا. هذا عشه، خلينا ننظف المحميه هسه. بس قبل لا ننظف المحميه، البارحه قلبت هذا التراب، قلبت هذا التراب كله مال ثيل على مود ان شاء الله على الفيديو الجاي اجيب ثيل وازرعه. لازم ينقلب على مود، تعرفون مو هو مو تراب يعني غميج، فهو كلش يعني اقل 7 سنتيمات، فلازم ينقلب على مود تلوح الشمس. هذا ان شاء الله راح بعد انعمه هذا التراب، هذا شو اسمه انعمه واساويه عدل على مود ان شاء الله على الفيديو الجاي نجيب الثيل ونزرعه. خلصت التنظيف الحمد لله. بالنسبه لي هي اهم شغله هي التنظيف، لان الصراحه وصاخه حيل هواي، وصار تقريبا 15 يوم ما منظفاني، فالحمد لله نظفت المحميه كلها. ما عندي شيء بعد ان شاء الله، بس اغسل المشربيات واترسن مي. صدق شباب بالنسبه للمشربيات دائما اشوف تعليقات يقولوا لي ليش ما تغسل هاي الفخار؟ شباب انا هاي الفخار اغسلها كل 3 ايام مره، هاي الفخار كل 3 ايام مره اغسلها، ويوميا ابدل المي مالتها، يعني مو بس اكمل المي، لا ابدل المي واترسها من جديد. بس هي هاي يعني الفخار هي تلم وصاخه، يعني هذا الطحالب شوفوها هسه قد افرك بيها ما يوقع. هذا
حتى افركها بالسيم المواعين، يعني هذا السيم مال المواعين هم ما يوقع، يعني يوقع بس يعني ما تطلع جديده، هي مستخدمه صار لها عدة 3 سنوات، فيبقى هذا مشلب. هسه هذا تشوفونه هذا كله مشلب، فهسه انا راح اغسلها، وورا 3 ايام بالفيديو الجاي هم اصور لكم اياها نفس الوساخه تلقونها، يعني هي كل 3 ايام نفس الوساخه، هي مو وساخه بس يعني الطحالب هاي تشلب بس. انا المي شباب هاي المشربية غسلتها، ومثل ما تشوفون هاي كلها ما يوقع الطحالب، غسلتها كلها زين وترستها لين هسه.